بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا الدكتور طالب الشايب في لندن، أعلق على موضوع الحوار. طبعا الحوار هي كلمة مجددا يطلقها النظام الخليفي الساقط، يريد من خلالها تغيير وجهة العالم حول البحرين وإطلاق مبادرة يسميها الحوار كمنطلق جديد لإخماد الصوت الشعبي في البحرين وصوت الثورة في البحرين. نحن كقوى ثورية معارضة نرفض هذا الحوار الذي يتخذه هذا الطاغية حمد وابنه سلمان، ونعلنها مدوية أن هذا الحوار لا يمثلنا، ونحن لا نقف مع هذا الحوار لأن الهدف منه غير واضح وغير صريح، وإنما مجرد التغميم على القمع والتنكيل الذي يقوم به النظام الخليفي في البحرين. لذلك نطلقها مدوية: حوار سلمان لا يمثلني. وشكرا.